وحياة الله راسي رح ينفجر من كتر التفكير. لك كرم، ما عم بقدر اتخطى الموضوع. لك انت كيف بتشتغل من ورا ظهري؟ انا اللي ما عم بفهمك بنوم. لك انت كيف بتعيشي الفصول الاربعة بنفس الساعة؟ مو كنا مخلصين هالموضوع على نسمات الربيع الرايقة؟ من وين طلع هالاعصار هلا؟ ما بعرف، سأل ابي اذا بدك. انتو مو صحاب كتير على اساس؟ لك ايه صحي، طلعوا مع ابي، روحوا اقعدوا بشي مطعم، او طلعوا رحلة، خود المنقل واعمل له مشاوي، حتى امسكوا ايدين بعض، او روحوا العبوا بالبوالين ولا ترجعوا ابدا. لك بيسان انت ليش هيك عم بتقولي؟ انا بحبك لالك وما بحب ابوكي. ابوكي بالنسبة الي مرحلة طايشة نزوة، يعني مو اكتر من هيك، فهمتي؟ روقي بقى. خلصنا كرم، والله تعبت منك، ده خلقي ومليت على الاخر. لك روح بقى اختفي، امشي روح، خليني ارتاح بقى. شو هاد اللي عم شوفه؟ مين هذا الافندي؟ ما بتحرك خطوة واحدة لأعرف مين هاد. شو مفوتين السيارة مشان يغيروا ديكور الحديقة تبعنا؟ خير ان شاء الله. لك انت مو ابراهيم المجنون؟ شكلي صرت شخص مشهور كتير، شرفنا. تشرفت فيك، انا بيسان. مرحبا، معك كرم. اذا انت مجنون فتأكد انه انا ما فيني عقل بالمرة. وبصراحة انا حاليا ماني عارفان اذا تشرفت فيك ولا لا. ايه شو علي، اتركها للايام يا صديقي. كرم، شو اعمل لك؟ عم لاقي صعوبة اني اتشرف فيه، بس الشغلة غصب، مجبور اني اتشرف بشوفتك هلأ. شو بدي اعمل؟ مضطر. ليش اجي؟ خير؟ شو وسطك انت؟ الخالق أمينة وفادية وينهم يا جماعة؟ كانوا معنا بس فاتوا يحضروا اكل لابراهيم، هلأ بيجوا. كرم، ابراهيم اصلا بيقرب فادية ابن اخوه. هو يعني حضرتك ابن اخوه بتكون؟ صار عندي فضول اعرفك اكتر. مثلا الرياضة اللي بتهمك شو هي؟ بتحب تحكي لي شو هي نقاط ضعفك؟ اذا حطينا الكرفان بحديد بيتكم بتقبل؟ انت اكيد عندك حبيبة، انا متأكد. امتى رح تروح من هون؟ بشرني،